السلام عليكم. إن شاء الله راح نستمر فقرة الأسئلة. سألني مهندس حسين علي، قال موضوع التو فيس ريلاتيف بيرمابوليتي وشلون نحدد الأويل ويت والووتر ويت. أوكي، وهنا السؤال الثاني، شنو علاقة النفاذية ويا الضغط الشعري؟ وكذلك نريد ربط بين الخواص المكمنية، ما اعتقد يعني خواص المكمنية بالريلاتيف بيرمابوليتي او ربط كخواص مكمنية. المهم ان شاء الله من افتهم السؤال اللي تريده هم نسوي له ان شاء الله فيديو، بس خليها هسه علاقة النفاذية بالضغط الشعري. راح نفتح هذه المحاضرة. طبعا بالنسبة للبيرمابوليتي وبالنسبة للبي سي خواص مهمة، وهواي طلاب ما يعرفون شنو اهميتهن وشلون يشتغلن بالمكمن وشو نستفاد من عدهم. اوكي، خلينا نجي على البيرمابوليتي. البيرمابوليتي بها انواع. اول شيء الابسولوت بيرمابوليتي، هذا شنو تعريفه؟ هذا البيرمابوليتي مال البوروس ميديا ككل، واللي هي مشبعة بسائل فلود واحد. اوكي، هاي الابسولوت اللي هي. اما الافكتيف هي تقيس اتصال البوروس ميديا مال فلويد واحد موجود بعد باكثر يعني وموجود ويا اكثر من طور يعني. اوكي، هذه الافكتيف بيرمابوليتي. طبعا بيرمابوليتي انا نسيت ما عرفتها، هي قابليه الصخره على امرار سائل من خلال. اوكي، الريلاتيف بيرمابوليتي هي النسبه بيناتهم، الكي ار هي نسبة الإفكتيف على الأبسولوت. أوكي، هنا أنا ليش هذه تقريبا مثل ما نقول شلون يعني يحيد من قيمة هذه الكي اي، خلى الكي اي بالبسط على مود يعني الفد التناسب يصير طردي، انه من تزداد هذه تزداد هذه وهكذا. أوكي، هذه الريلاتيف بيرمابوليتي النسبة بيناتهم. هسه يجي واحد يقول هاي الرسومات شنو مال الريلاتيف بيرمابوليتي، هاي الكيربات شنو؟ اوكي، هذه هنا الريلاتيف بيرمابوليتي. اوكي، على محور اكس هذا التشبع. اوكي، هذا التشبع زين. هنا هذا شنو الاس اس دبليو سي؟ شنو معنى الاس دبليو سي؟ الاس دبليو سي هي كميه الماء اللي ممتص، هذا الماء اللي ممتص من قبل الجرينز مال الصخرة او جدار الصخرة وهو غير قابل للحركة. اوكي، يعني كمية الماء الموجودة اللي ما تطلع من الصخرة موجودة بيها، فهم هنا هسه هذه SWC. اوكي، SWC هذه من عدة تبدأ القيمة، يعني هسه هذه من صفر لها ممكن تكون مثلا 0.2، معناها 0.2 من التشبع الماء هذا ما يطلع من الصخرة، هذا باق وياها. كذلك بالنسبة لل SOR residual oil هذا عكس. اوكي، هسه هذني فهمنا انه هذه شنو ال SWC وفهمنا شنو ال SOR. هذا هنا ال SO مخليه بالعكس من هنا، يعني جاي هاي الجهة الزيادة منها، وبالنسبة لل SW جاي لهاي جهة اليمين. حلو زين، هسه هنا أنا إيش عندي؟ لو تشوف إنه أكو فد علاقة مهمة بالريلاتيف بيرمابوليتي، هي الويتابوليتي اللي سأل عليها حسين. الويتابوليتي، أوكي، الويتابوليتي هي قدرة السائل على الاحتفاظ بالاتصال، قدرة السائل على الاحتفاظ بالاتصال على سطح الصخرة. اوكي، يعني شلون مثل ما تقول يعني الصخرة محتفظة بهذا السائل او متشلبة بيه، او هي رطبة بهذا السائل، يعني بالاصل رطبة بهذا السائل فما تريده يطلع من عندها، كأنما شلون ابن هذا السائل او تابع لها يعني مو دخيل يعني. اوكي، فهذا هذه الويتابوليتي، هذا تعريف الويتابوليتي، انه صخرة مبللة بسائل معين وهو ينتمي الها، فما تريد تهد هذا السائل بسهولة او تطي، يصيحوا له هذا الويتينج فيس. اما النون ويتينج فيس لا،
هو السائل اللي ما تابع للصخرة، اللي جاي دخيل عليها، اللي يعني مثل ما تقول قعد بهذه الصخرة، يعني اجا ودخل بالغصب وقعد. بس هذا تبقى الصخرة نفرة ما تريده، يعني راح تتخلص من عنده بسرعة. اي فرق ضغط راح تتخلص من عنده بسرعة. زين، هسه سؤال حسين، انه شلون نقدر نحدد الصخرة هذه oil weight or water weight؟ اكو مؤشر بالصخرة من خلال هذا الرسومات، هذا التقاطع النزلة ونشوف ايش قد يقرأ. انا هنا هساي عندي 0.5 لنفترض، 0.5 بالنسبة للووتر اللي جاية هيج، وبالنسبة لل SW جاي، يعني هذا الوسط. في حال اذا كان هذا التقاطع عابر ال 0.5 بالنسبة لل SW، اذا هذا مؤشر فقط يعطيني indication انه هذا الصخرة هي water weight. اما في حال كان اذا التقاطع هنا مؤشر على انه هذه الصخرة هي oil weight، يعني مشبعة بس. وطبعا هذا قليل جدا، لان هي اغلب الصخور هي water weight. وهسه راح نحكي انه شنو السبب اغلب الصخور هي water weight. هسه لو تشوف هسه واحد يسأل يقول يابا شو هذا، خلينا نمسح على مود ما تصير هوسه، يقول يابا شو هذا الكيرف مال الووتر اللي هو هذا هسه الازرق، يقول ليش اقل، ليش اكثر من هذا مال اللي هنا أنا ونازل، الكي ار دبليو مالته قليله والكي ار او عاليه، شنو السبب؟ السبب انه هسه هذه الصخره احنا عرفناها ووتر ويت. ما دام ووتر ويت الكيرف هذا مالتها راح يكون قليل، لان هي الصخره مكلبه بهذا الووتر ما ترضى تطي فضال بيها، فما راح تطي، فيكون الكي ار مالتها قليله، البيرمابولتي قليله. وهو تعريف البيرمابولتي هي قدره الصخره على امرار سائل. زين، هاي الصخره ما تطي سائل معناها البيرمابولتي مالتها قليلة، عكس النفط. هسه هنا هي صخرة هذا النون ويتنج فيس النفط، فبس تريد تخلص من عنده، لان هذا ضال على قلبها قاعده وقاعد، فبس تريد تخلص من عنده فراح الدفعه بسهولة. بالنسبة للغاز كذلك، هسه علاقة بين غاز ونفط. هسه اما صخرة مشبعة بغاز او نفط، هسه هذه هم من 0.5، هذا هم المؤشر هذا اس هيج، هم نقرأ انه هذا المؤشر هي الصخرة هذه، هذه SO معناها انها رايحة لليمنى، هذه معناها الصخرة oil weight، وش اسمه ذاك نون weight بالنسبة للغاز، وكذلك بالنسبة هذه الـ two phase permeability. اما اكو شغلة انه ليش هسه خلينا نمسح، ليش اغلب الصخور تكون water weight مو oil weight؟ هسه نشرح. اكو شغلتين، الشغله الاولى هي الكونتاكت انجل، زاويه الالتصاق. هذه زاويه الالتصاق، هسه احنا لنفترض خلنا ناخذ ثلاث قطرات، هذا مثال، خلنا ناخذ ثلاث قطرات. اول قطره مال مي، هسه تتخيل قطره وذبها على ميز، فاشرح هاي القطره شو يصير بيها، راح تنفرش، يعني نقول هيك، يعني جوز رسمه مو دقيق ها. وخذ لي قطره مال نفط، فشوية تكون يعني مثل ما تقول مو مثل تمد نفسها براحتها مثل الاويل، هذا اويل هذا ووتر. وجيب لي قطرة مال زئبق، اذا شايفين الزئبق شلون الصجمة من الذبها ما تنفرش تبقى هيش. هسه احنا لو نشوف زاوية الالتصاق هذي، هليات هسه احنا هذا لو نقيسه هيج، من هنا هذا 90
وبعد هذه من هنا يعني هنا الزاوية أكبر من 90، أكبر من 90 درجة. هذا 90 يعني هاي يعني نقول تقريبا تساوينا 90، هذا هاي 90، هذا يعني نقول إن هنا الثيتا أصغر من 90. هي شلون نخليهن ببساطة يعني. إذا الزاوية مال الالتصاق بالنسبة للووتر هي عالية، يعني زاوية الالتصاق بالنسبة للووتر هي أعلى شيء، لذلك إنه أغلب الصخور يعني تنجذب نحو الووتر لأن الكونتاكت كونتاكت أنجل مالتها تكون عالي. أوكي زين، هسه هم نعبر على شغلة مهمة اللي هي هذه imbibition and the drainage relative permeability. هذا شنو معناها؟ هسه اني لو عندي فد كور يعني سامبل ماخذه من مكمن، هذا السامبل اما اشبعه بنفط او اشبعه بمي. زين، هذا اشبعه بنفط وادفعه بيمن بالمي، او اشبعه بمي وادفعه بالنفط. زين، هسه واحد يقول ماكو فرق بين الطريقتين، اشبعه بالنفط وادفعه بالمي او هذا او بالعكس هذا. لا، هالطريقه بها فرق. شلون؟ في حاله هذه العينه كانت ووتر ويت، اوكي كانت ووتر ويت، وانا راح ازيح النفط شبعتها بالنفط يعني النون ويت، وراح ازيحها بيمن ازيحها بالووتر اللي هو شنو اللي هو الاصلي اللي هو او بالبيت. هذه العمليه صحولها الامبيبيشن، يعني هي الصخره ووتر ويت وشبعتها انا بيمن بالنفط، ها، وجيت دفعت هذا النفط الموجود بيمن دفعته بالويت فيس اللي هو الووتر، هذه يسموها امبيبيشن، هذه امبيبيشن. اوكي، اما الدرينج لا، الدرينج هي عملية التشبع، يعني هي ووتر ويت. اوكي، هي ووتر ويت، وراح اسوي العملية عكسية، راح ادفع الووتر بالنفط، فراح يعني مثل ما تقول اشبع هذه العينة بيمن، اشبعها غصبا عليها اشبعها بالاويل وهي ووتر ويت، فهذه العملية دراينج، يعني اجى النفط وقعد بمكان هو مو اله، اوكي هو مو داره، صار قاعدي، فهذه العملية اللي هي الدراينج. هاي الدراينج وين صارت؟ هاي الدراينج صارت من احنا يعني مثل ما تقول بعمليات تكوين النفط قبل ملايين السنين. هسه يعني طبقا للنظرية العضوية انه كانت عندنا احنا بحار، هاي ترسبت بالنسبة للنباتات والحيوانات باكثرها بالبحار، وصار عدة ترسيب عليها. اذا هي من كانت بالبحار هي بالاصل هذه بحيرات مائية، وهذه الصخور هي بيمن، هي مشبعة بيمن، مشبعة بالووتر، فاذا هي ووتر ويت. اوكي، هذه الصخور ووتر ويت، وهذا بعد ما صارت كيروجين هذه المواد العضويه وش اسمها، وصارت نفط وصارت يعني وهاجرت، فمن هاجرت هاي هجرتها واجت الصخور بها بوروسيتي وبيرمابوليتي اللي وتحتوي على صخور ووتر ويت بالاصل، صارت عمليه دراينج. اذا بعمليه تكوين النفط هي دراينج، لان النفط اجى قاعد بمكان مو الى الصخور كلها ووتر ويت، هذا السبب انه الصخور ووتر ويت، لان مثل ما تقول انه بعمليات تكوين النفط هي كانت بحيرات مائية او بالبحار. هذا السبب الثاني. والسبب الاول احنا قلنا هي زاوية التساق النفط، هي العفو المي هي اعلى زاوية التساق من النفط وغيره. زين، هسه راح تقول لي هذه بالنسبة للمكمن، الامبيبيشن وين تصير؟ الامبيبيشن تصير بالانتاج. اوكي، راح تصير بالانتاج، من راح يطلع عندي النفط؟ راح يرجع يعوضه منه، راح يعوض الووتر مكانه، فمن عوض الووتر مكانه راح يرجع الووتر من رجع المكانه مثل ما تقول البيتا الرئيسي يعني، فهذه صارت عملية imbibition.
هسه انتم من هنا لو تشوفون هسه مثلا عندي هذه وعندي هذه، هذا 50%، هذا هنا اويل ويت وهذا هنا ووتر ويت. اوكي، هذا بالنسبة لتحديد هذه. راح نسوي فيديو ثاني على الكابيلري برجر لان خاصية كذلك مهمة، ونربطها بمن على سؤال احمد، نربطها بالبيرمابوليتي.